مساء الخير محمد اعراب فاعل جماوي اليوم عندنا واحد الموضوع اللي هو الرأي ديالنا في الحضر ديال صلاه التراويح نستقكم القول اننا هذا العام ما كنحسوش انا بهذا كنهضر على راسي ما كنحسش رمضان رمضان بدون تراويح اننا بحال اللي مقطع لنا الراس ديالنا اقسم بالله العلي العظيم لا أه ما كنحسوش به كاع لان داك التراويح وداك التخشع وداك المسائل ديال ديال التراويح وداك العباده في داك وداك الركعات بها كنحسوا اننا الحمد لله الله سبحانه وتعالى كيقول كي كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به حنا كي غنديروا نجازه هذا العام وحنا ما كنصليوش انا بعدا شخصيا والله ما مص والله ما صليت التراويح لان داك صلاه الجماعه راه ما كاينش بحالها اذا الناس اللي تاخذوا هذا القرار ديال ديال حضر الصلاه ديال التراويح أه بغينا نسولوهم وبغينا نسالوهم هاد اللجنه ديال كورونا واش نتوما زلتوا من لنا قران منزل واش واش مني ما فهمتش علاش ما يمكن لكم تزيدونا واحد الساعتين ديال المكانة وغنصليو التراويح وغنأدي الواجب واحد العدالة ديال الناس دابا عام آخر ما غادي نصيبوهمش غادي و وغادي يموتوا وغتحرموهم نتوما من صلاه التراويح كيبقى يتسنى صلاه التراويح من العام للعام لان الله سبحانه وتعالى في ذاك الشهر رمضان كي كتكون واحد البركه وكيكون واحد التخشع فانا اولا كنحمل المسؤوليه الى كل مكونات الحكومه الكل مكونات ديال الاحزاب اللي دي مشاركه الحكومه كلها مسؤوله على انها حرمتنا من صلاة التراويح باش نكون منصف والمسؤول الاول هو السي العثماني العثماني آه اللي عندهم هذا اللي السي عثماني اللي هو عنده المرجعية ديال الحزب ديالو مرجعية إسلامية فأنا كنسأل أين هي المرجعية الإسلامية وأين دفاعكم عن هذه صلاة التراويح شفت أن الناس اللي تابعين لكم كاملين في حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم آه رئيس الفريق ديال حزب العدالة والتنمية ما هدرش على هذا الموضوع واش الموضوع ديال التراويح ما يستحقش عليه عليها السي السي الازامي والموضوع اللي كنت هضرت عليه مؤخرا هو الموضوع ديال ديال القاسم انتخابي وخرجتي من البرلمان وفي بالدرتي درتي اللايف اصاحبي في الطونوبيل ما قدرتيش تصبر ودابا ما درتي لا لايف ما هضرتي على على التراويح ما هضرتي على المرجعيه الاسلاميه اللي بها انتم نجحتوا وبها انتم كنتوا كتطلقي الناس ديالكم كيدعيوا ان عندكم المرجعيه الاسلاميه فالسؤال اللي كنطرح عليك السي العثماني وعلى الحزب ديال العداله والتنميه اين هي المرجعيه الاسلاميه؟ كون زدتونا ساعتين وصلينا صلينا التراويح فين كاين المشكل؟ فين كاين المشكل هذه هذه الرساله موجهه لهاد لجنه كورونا اللي فيها هاد العباقره وفي هاد الناس في هاد المفكرين وفي هاد الفلاسفه فالناس انا دابا كنهضر وكنعبر ولكن الاكثريه ديال الناس 90% يعني كيقولوا لكم الله ياخذ الحق وكلمة الله ياخذ الحق غدا يوم لقاء الله غنتلاقاو مع لجنة كورونا ومع حزب العدالة ومع المكونات الحكومة ومع رئيس الحكومة ومع كل اللي ما دافعش على على صلاة التراويح وحرمنا منها قرار كما قلت أستاذ هو ليس قرآنا منزل يمكن لهم يتداركوا الموقف ويمكننا نوليو ونستأنفوا الصلاة ديال التراويح المسائل الاحترازية وبالكمامة ولكن هما الله يهديهم مازالين كيتجاهلوا كي كيتجاهلوا الشعب المغربي كله الشعب المغربي كيحس بالحقره راه اللي ما قدرش يهضر انا كنهضر مثلا كنعبر راه واحد اخر كيصلي وكيهز يدو كيقول لك الله ياخذ فيكم الحق اللي حرمتونا من صلاه التراويح وما عسانا ان نقول لان غلبتونا وانتوما انتوما اللي كديروا القوانين انتوما اللي كتسيلوا البلاد حنا اش حنا كنشوفو ونسكتو درنا شي حاجه غادي ديروا الحجر وغادي ديروا لنا شي مسائل اللي لا يحمد عقباه هويه ف... <applause> بريس <applause>